اليوم كاينه الصفاوه، احنا شويه ونضرب شي غطسه. الا شديت شي حصيله انا نوريكم فيديو قبل ما نهبطوا. نديروا هذا هو الفطور بوزروك. ماشي وحده شحال تيدير دابا هذا الفيديو؟ هي بزروك 60 درهم والله. شوف لقيت فيها 40 درهم الروطار. الروطار اصلا قليل عليا انا دابا. واش الخوت الحصيله ديال اليوم؟ انا يلا جيت وضربت واحد السيبيات. هاهي السيبيا، هي واحده اخرى. ممكن هنا واحد تقريبا 2 كيلو. هنا واحد الروطاله، ها هي واحد الروطاله، وواحد الحلوف. ها هي اللهم بارك. ها هي كاين واحد كيلو، كيلو ونص. اللهم بارك. مازال الهبطه الثانيه ان شاء الله نوريكم الحصيله ديالها. يلا نخليكم الحصيله الثانيه. ها هي واحد الرطاله تقريبا شتي شي كيلو هنايا. هي الحصيله الثانيه. ها هي بنتها. هاي هانت شو راسك قديش؟ الله يبارك. شوف شتيها حمراء. نزيدك هذا. هاي الاخرى شتيها. هاي الاخرى الشوك ديالها الا قاسك. هاو نشوف الشوك شتيه. الشوك ديالها مقوي. واش الخوت من بعد ما شدينا السيبيا نقيناها. هاهي غادي نديروها في المحلة. أتمنى أن يخرج معنا شي خرجة.